رعى محافظ إربد السيد رضوان العتوم في كنيسة السيدة العذراء مريم والمدرسة الإنجيلية الأسقفية بإربد إضاءة شجرة الميلاد إذاناً بالاحتفال بعيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية. وقال العتوم خلال الاحتفال الذي نظمه القس سمير السعيد مؤسس المدرسة ومديرتها صباح زريقات والهيئة التدريسية: إن العيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين في الأردن يشكل نموذجاً عز نظيره في كل العالم، لا سيما وأنه يستند إلى قيم التسامح والاعتدال والوسطية والسلام. وعبر القائمون على الاحتفال عن معاني الفخر والاعتزاز التي تجمع الأردنيين بأعيادهم ومناسباتهم الدينية والوطنية. واشتمل الاحتفال على ترانيم وأناشيد من أداء تلاميذ المدرسة عبرت عن السلام والمحبة بين عموم الناس. وفي الختام جعل الحضور في البازار الخيري الذي أقيم في المدرسة، والذي اشتمل على أشغال يدوية وتراثية ومطرزات وهدايا وزينة عيد الميلاد ومأكولات شعبية وغيرها. ما أجمل أن نحتفل بميلاد الرب يسوع في هذا الموسم المبارك المقدس. سعدنا جدا اليوم بلقاء كبير مع عطوفة محافظ إربد وأصحاب العطوفة أيضا الذين قاموا بإضاءة شجرة عيد الميلاد بإربد في الكنيسة الإنجيلية الأسقفية العربية في إربد والمدرسة أيضا. ما أجمل الأطفال عندما يحتفلون بهذه الذكرى التي تمتلئ بالمحبة. سعدنا جدا اليوم بحضور الأهل، بحضور المجتمع المحلي. قام عطوفة المحافظ بإضاءة شجرة الميلاد وأيضا افتتاح البازار الميلادي الذي تعودنا عليه في كل عام منذ سنوات طويلة. نلتقي هنا في المدرسة وفي الكنيسة ونسعد بحضور العشرات من الذين تعودوا على هذا التقليد الكنسي وعلى هذا الترتيب الميلادي الجميل. ما أجمل أن نحتفل بميلاد رب السماء والأرض ونهلل ونمجد الرب ونقول المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. نصلي أن يعطي الرب عالمنا أجمع سلاماً مليئا بالمحبة وأن ينعم هذا العالم بتوقف آلة الحرب والقتل. نصلي في هذه السنة أن تكون أجواء الميلاد أجواء الفرح والسرور في كل مكان على هذه الأرض، وأن يرفع الرب الدموع التي تذرف على جباه كثيرين في هذا العالم والذين يعيشون في الخيام والذين يعيشون الحرب والخوف. نصلي أن يعطي رب السلام ملك السلام السلام لأرضنا المعذبة بالويلات والحروب. فرحنا جدا ونصلي أن يفرح العالم بهذا الميلاد المجيد وكل عام ووطننا وبلدنا ومليكنا بألف خير. وشكرا أيضا لكم نور سات، نورتونا في إربد بحضوركم الدائم وبمشاركتكم بنقل هذه الأخبار السارة وهذه الفرحة الكبيرة لكل من يستمع لهذه القناة الفضائية. كل الشكر والرب يبارككم.